السلام عليكم الخوت، كتكون مريح هاني بخير حتى كيخرج داك شي فيديو من جد. بعد هاد الايام كل مره تخرجنا شي فيديو فيك. هذا ما عاد كيغوت هنا، هذا شدوه هنا، هذا تابعين هنا. اليوم خرج لنا السي صلاح الدين الغماري كيغوت طريقه عفويه ماشي عفويه، المهم طريقه ما كتقبلهاش العرب، ما كتقبلهاش اي واحد. شاد الحالات هادو هلكتونا. شوف انا اليوم درت نضاد الكحول صافي، عينيا جات فيهم الضباب. حيتش قادر حتى نهضر معاكم. الا غادي نهضر خصنا قوات. انا بالنسبه لي انا ما تقبلتهاش بهذيك الطريقه في عمك. ف تبارك الله على السي صلاح انه فات 3 شهور كامله كان معانا في قناه الثانيه كيحاولوا يوعيوا الناس. المهم القناة الثانية اللي بدات في 1988، من داك الوقت لدابا عمرها دار شي برنامج كيوعي. يلا فهاد 3 شهور بغاو يوعيو الشعب كامل، داك الشعب اصلا اللي كنلخوه هما من 88 وداك البرامج ديالهم وداكشي. هذا تحية لذاك الانسان اللي كان كيكون مع صلاح الدين الغماري اللي هو الاستاذ معتوق، اللي انا كنحتارمو كنت نستافد منو تصانت ليا في الراديو ملي كان في الراديو. داك البرنامج اللي كان كيدير يعني برنامج رائع بصراحة، أنا كنت كنستافد قانونيا وكانوا كيلقاو الحلول. فتحية لك السيد ونعرفو كدو بحرق ونهار دو على عندنا بزاف ديال الناس خدامين بلا وراق بلا والو. فأنا قلت واه ما عرفتش كيفاش خلاو هادشي بعدا يدوز في القناة الثانية. ديروا المسائل بالقانون، يعني راه الشركات العشوائية اللي كتشتغل بدون قانون راه ما يمكنلاش تستمر، خصنا نرجعوا للقانون. الناس اللي عندهم أجراء ما مصرحينش بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا راه مشكل كبير، خاصهم يصرحوا بهم. هذه الجائحه راه قلت لك عندنا صفر ميكا، صفر براكه، خاصنا صفر عميل، صفر عميل ما مصرحش الوراق ديالو. هذه العباره ديال ما مصرحش الوراق كلشي. كنحتارموا على انه جبد هذا الموضوع اللي هو موضوع كبير وكبير بزاف، والحكومه اصلا كان خاصها تدوي عليه وخاصها تلقى ليه حل. فعيب وعار، ولاحظنا ان في هذه الظرفيه ديال فهاد كورونا هادي ان بزاف الناس ضايعين خدامين بلا وراق بلا والو في الاخر ما لقاو والو. ف تحية لي. اما ندوزو سي استاذ صلاح، ف مزيان انك تحاول توعي الناس في هاد 3 شهور، ولكن طريقه حتى هي راه عندها دور. ماشي انك تغوت على بنادم راه غتوعيه، ما يتوعاش بالتغوت عليه ولا تمشي تضربو في داره ولا شي حاجه، حتى ما عمرك. ف خصوصا انك في القناه الثانيه، ديك القناه الثانيه انا بعدا ما عمري شفت فيها شي برنامج كيوعي ولا باغي يزيد بالشعب القدام ولا باغي يوصل شي رساله ولا شي فكره ولا شي حاجه. كنت كنشوفو هنا قناه يعني ديال الكلاخ، قناه زيرو، وجايب لنا افلام تركيه، هادي باغا تجوج بخت هذا مرت لاخر طايع مع فراجل لاخرى. اش كتسنى من هاد بنادم اللي كيتفرجوا بالدارجه ومترجمينو بالدارجه؟ حتى ديك اللغه العربيه شحال هادي كنا كنفرجوا دوك الافلام السوريين داكشي، على الاقل كنا كنستافدوا من الفصاحه ديالهم وديك اللغه العربيه. حتى هذوك الشيء حيدوه، خلاو دام ترجموا لنا كلشي بالدارجه، ولي بحال اللي مريح في الزنقه كتفرج في والو. يعني اصلا المسلسل خاوي وبالدارجه، يعني ما كتستافد والو. ولاحظوا كاع العينه ديال الدراري الصغار والدريات الصغار راه اغلبيه خرج عليهم داك المسلسل، وكلشي متبع حال فمه كبير وصغير. فهاديك الشيء كامل فهادوك الاعوام كامله من 88 لدابا، يلا بغيتو توعيو عباد الله. يلا السي صلاح عمري ما شفتك كدوي على شي برنامج يعني توعوي ولا درتي شي حاجه، ما كنت كنعرفك في الاخبار. يعني انت في ديك القناه اصلا انت عارف شنو كيدوز في ديك القناه، يعني انت مأيدهم، ما حدك خدام معاهم الا انت مأيدهم. فما تسناش انك تجي في 3 شهور باغي توعي الشعب. زائد هذا انك بديتي دخلتي في واحد الحوايج كتغوت كديري هادي، باغي تحيد حوايجك، تي كاع فيك انفعال، كاع فيك غير على ان بنادم بغيتي يداو. ونجيو له عمري علاش ما عمرك دويتي على هاد الاعانه اللي كتعطيها الدوله دابا؟ علاش ما تقولش انا هاد الاعانه خصها تبقى ديما؟ كورونا بلا كورونا خصها تكون الناس فوق، راه خصهم يتعاون. هذاك اللي خدام تا هو خصو يتعاون، الدوله خاصها تعاون. الدوله كتدخل الملاير ما كنشوفو منه والو، خاصها يعاونو هادوك فوق. يعني هاد الاعانه اللي خارج دابا على الاقل 1000 درهم، علاش ما تبقاش ديما؟ فاش جاتو علاش ما دويش على هذا الموضوع فحال ما؟ علاش حتى ديما مركزنا حنا على دخول خرج دخول خرج دخول خرج، بحال اللي ما عادش ناو. واش تبغي بنادم يبقى داخل؟ ترى بنادم راه ساكن في بيتو كوزين، ترى بنادم راه ما عندوش فين يدور، راه كيدور كيتفتح مع الحي، تبغي تبقى ساد عليه تلقى ليه الحل.
ولقى فين دوك الاحياء؟ بنادم اللي عايش في الكاريانات وعايش هذا فين يبقى ساكن؟ علاش الدوله ما عطاتهم لابارتمات الاول؟ ولا كيحيدوا دوك الكاريانات اللي جاو على الطريق اللي باينين في الشارع باش لا داز شي واحد يشافهم ما خصوش يبانوا، ولكن داك الشيء اللي مخبي واللي ما باينش خليه تما يموت، هادشي ما كدويش عليه. انت باغي بنادم مسكين الله يحسن العون، بنادم ساد عليه كورونا والمرض، ولكن الله يحسن العون، بنادم شحال يقدروا يبقى صابر؟ 3 شهور شحال؟ بزاف، ما خدمة ما كاين خدمة ما كاين والو ما كاينش فلوس، وساكن في مترو على 2 مترو، وفيها 4 ولا 6 ناس وكاين اللي فيها عائلات، راه تنعرفو مراتي، كاع كنعرفو بزاف من داكشي، وبغيت ما يبقى تما، خصك تلقى لي الحل، ما تبقاش تغوت عليه، الحل غوات بلا حل راه ما عمرو وصل شي حاجة. فبدلوا الطريقة ديالنا وما تسناش أن من واحد الشعب شحال وانتم كتكلخوا فيه أنه غيوعى في 3 شهور ولا في فيديو ولا جوج فيديوهات، ولا تجي تبقى تمثل عليه ديك اللعيبة ديال أنك راه باغي ليه مصلحته، لا باغي مصلحته ودوي على داكشي اللي خاص، دوي لي على الشوماج، دوي لي على الخدمة بين خصو تقيد، دوي لي على الحقوق، راه دوي مصلحة الشعب، الشعب راه ما باغي لا يولي مليونير الأول، عطيها حقوق. عطيها داكشي اللي هو كيستحق، عطيها قيمته، تعطي والو. اما كورونا وهادشي داكشي راه ديال الله، ما عندنا ما نديرو، وحنا راه دولة فقيرة بغينا ولا كرهنا، وما عمر ما بغيتش نبقى نسمع، كتجيك عيب انك نبدا نسمع بزاف ديال المرات احنا راه درنا احسن من اوروبا، احنا راه درنا هادي، احنا سباقين في هادي على اوروبا، علاش تقارن راسك باوروبا؟ شي اللي كيقارن راسو بشي واحد عارف راسو ان قيمته طايحة، انه ما عندو والو. اللي حيت اللي قيمته طالعه وعدو الامكانيات وخدام بلادو وخدام داكشي راه ما محتاجش يقارن راسو بشي واحد حيت عارف راسو انه مزيان، فما بقاش تقارن راسك باوروبا لان اوروبا راه حاجه اخرى وحنا حاجه اخرى، لا علاقه. باش تبقى تقول لي الصندوق وهادي، الا حنا درنا الصندوق، كنا كنسمع حنا درنا الصندوق ديال كورونا قبل من اوروبا، اوروبا راه محتاجه دير الصنادق، اوروبا راه عندها ديال راه الصليب الاحمر راه عنده الصندوق ديالو كيعطي، الدوله ما محتاجاش تطلب، فمبقاوش نقارنو، اللي كيقارن راسو راه هو داك الشخص اللي ضعيف واللي ما عندو والو، هو اللي ديما كيبقى يقارن راسو نحسن من هذاك نحسن من الاخر. فبدلو شويه ما ديك الطريقه ديال انك كما شفنا في الفيديو انك تبقى تغوت وانك دير داكشي راه ما توصل حتى شي حاجه، ديك راه داك الاسلوب راه ماشي ديال اسلوب حضاري ولا اسلوب شي حاجه، وانت عارف وكلشي عارف وديك القناه اللي انت خدام فيها عارفين انه هما السبب، لان الاعلام عنده الدور الكبير انه يوعي الناس، فما تسناش من واحد القناه ما عمرها دارت برنامج فيه 10 دقائق كيوعي عباد الله ان تجي دابا باغا توعي كلشي 3 شهور راه التخربيق. ف الله يرحم بيه الوالدين، قولوا الصراحه وقولوا كلمه ديال الحق، والغواد راه ما عندو فين يوصل، ما عمرنا كنربيو شي واحد بالغواد ولا شي حاجه، وانت ماشي انت اللي غتربي الشعب، الشعب راه عارف راسو، الشعب عطيها قيمتو عطيها حقوقو، دولي على حقو، وخليه هو منو لراسو، فبدلو شوية الأسلوب ديالنا، نبدلو التفكير ديالنا، وكنتمنى من ديك القناة التانية أنها تبدل شوية من داك البرامج ديالها، ودير شوية شي حاجة توعوية نوعيو الناس، نوعيو الأطفال ديالنا، نوعيو شحال من حاجة، بارك علينا من داك الأفلام التركية، ولا كنتي غتجيب مسلسلات تركية، راه كاينة قيامة أرطغرل، كاينة شحال من حاجة، مسلسلات عندهم قيمة. ماشي ضروري تبقى تجيب لنا الوسخ ديال تركي، راه كاين حاجه مزيانه وكاين الخايب، سيروا خسروا فلوس وجيبوا مسلسلات عندها قيمه وعندها تاريخ وعندها شحال من حاجه، الله ما كاينش تركي كاين بزاف، وكنجيبوا الحاجه نقيه، ما تبقاش تجيبوا لنا الوسخ ديال عباد الله، تحيه ليكم والله يعاونكم.